الكرام، اهلا وسهلا بحضراتكم وهذا البث المباشر. اهلا بكم، اهلا بكم. دلوقتي شفنا يا جماعه في كل تفاصيله من تفاصيل القضيه الكبيره بتاعه هدير عبد الرازق. هدير عبد الرازق البلوجر اللي كل الناس وكل المتابعين ليها اندهشوا لحظه القبض عليها. هقول لكم القصه. تواجه ثلاث تهم. نيابه العامه بشرت التحقيقات في الاتهامات الموجهة لهدير عبد الرازق، ووجهت لها ثلاث اتهامات عدة. واحد، نشر أخبار كاذبة بادعاء التحرش بيها. رقم اتنين، فيديوهات خادشة الحياة. وآخر حاجة كانت يعني الحاجات اللي هي لا مؤاخذة يعني الحاجات اللي بتتباع في اللانجري اللي بيتباع في المحلات، هي باعته عن النت، باعته عن النت. كان في ديها يعني حاجات. طب احنا معانا دلوقتي من غير ما ادخل في تفاصيل عشان المستشار ايمن محفوظ هو اللي هيقولها لنا، لانه هو رافع القضيه عليها وهو اللي كمان متبني حاجه كده، مبادره جديده اسمها خليها تنضف. خليها تنضف، خليها تنضف يعني كل حاجه بقى، اي ممارسه مسيئه، اي فيديو مسيء، اي حالات مش كويسه على التيك توك، كله كله. هو ما بيسيبش حد وبيرفع قضايا على طول. السلام عليكم معالي المستشار، ايه الاخبار؟ عرفني الاول، عرفني اخر مستجدات في هذه القضيه. اتفضل. بحييك جدا، ودايما الدوله المصريه بتكون سباقه نحو ان هي تنضف. الدوله المصريه هي صاحبه السبق في رصد كل المخالفات، واحنا ما علينا غير بس بنحاول نساعد الدولة. نعم. في رصد مثل نعم. هذه المخالفات. ايه اللي حصل مستشار في هذه القضية؟ اتفضل. احنا قدمنا بلاغ من فترة، وطبعا الأمن تقديراته دي لازم نحترمها، وتوقيت القبض على المتهمة لازم نحترمه، لأن الأمن زي ما قلت لكم ليه تقديرات وإمتى يعني يقبض على المتهمة. من إمتى بالظبط؟ معلش. من تقريبا سنة كنا قدمنا البلاغ، ولكننا ما زلنا متابعينه ومتابعين ومرصدين هذه السيدة اللي على مواقع التواصل الاجتماعي اللي اسمها هدير عبد الرازق، اللي هي بتطلع تعرض اللانجري، الملابس الداخلية الحريمي، وبتقول لك ده بيخبي ايه وده بيداري ايه كده على المفتشر، واكتر من المفتشر كمان. يا ساتر يا رب يا ساتر. يعني بتقول ان هي بتبيع ملابس داخليه، وهي لابسه ملابس يعني غير لائقه، وبتحاول تثير الغرائز وبتتكلم بطريقه. طب يعني لنا الفيديو مع المستشار، الفيديو كان ماذا يحمل؟ معلش. هو مجموعه فيديوهات هي بقى لها اكتر من سنه كتير. طبعا هي لما كان عليها تجربه زواج من راجل صاحب كباريه كبير في السن. أيوة. كبير في السن يعني عنها بعشرين سنة، كانت بتقول ان هي اتجوزته علشان خاطر بتحبه، وهو يعني ضحك عليها من الاخر وما ادهاش اي حاجة. طبعا هي كانت اتجوزت طبعا زي ما واضح يعني، وهي طلعت شردته على الانترنت وقالت عليه كلام ايه يعني. طب انت اللي اتجوزتي راجل كبير في السن وصاحب كباريه، منتظرة منه ايه؟ لما ملاقي الدنيا ضاقت بيها قالت اطلع على الانترنت اعمل دعاية للكولوتات الحريم. انا اسف، نتحفظ معلش. شوف، نتحفظ. طلعت من لساني غلط، الاندر الحريمي. نعتذر لكل المشاهدين. نتحفظ فعلا، عندك حق. الاندر اذا كان اللغة العامية اللي كلنا عارفينها مكسوفين منها، امال اللي بتعرضه وكمان تقريبا بتلبسه قدام هي قالت كده، قالت اللفظ ده، قالت ايه؟ قالت هذا اللفظ. قالت الالفاظ دي طبيعية يعني جدا يعني. وكانت بتلبس ملابس غير لائقة، وكانت بتلبس شورت، بتغير قدام المشاهدين علنا. ليه بقى؟ بتطلع من الكادر وتغير والمراية كشفاها. طب انت يعني حتى لو كانت غلطة مش مرة واتنين وتلاتة، وغير تنبيهات بقى كتيرة جدا جدا في التعليقات، خلي بالك المراية كشفاكي، وبتتكلم بطريقة غير لائقة. طبعا احنا قدمنا فيها البلاغ لسيادة النائب العام ولا الإدارة العامة بحث الأداب، اللي اهتموا فعلا بالبلاغ ورصدوا هذه الفتاة، ويمكن كان عندها فرصة ان هي تغير من محتواها، لكن للأسف هي كانت مصممة على ان هي تستمر في محتواها الإباحي اللي يمثل جرائم طبقا لنصوص قانون العقوبات بنشر الفسق والفجور، وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية 175 لسنة 2018. نعم. المعروف بقانون الإنترنت الجديد. ثم
قانون مكافحة جرائم الأداب رقم 10 سنة 61. كل هذه الأفعال تقع تحت تقسيم هذه المواد، والعقوبة تصل إلى 5 سنين والخضوع للمراقبة الشرطية لمدة مساوية للحكم بمدة حدها الأقصى 5 سنوات غير الغرامة 300,000 جنيه. سؤال بقى عن مش عن هدير بس، ليه دايما أيمن محفوظ استشار أيمن محفوظ مع حزب الألقاب ليه دايما بيقولوا إنك أنت بتجري ورا مين عمل فضيحة أعمل فيه يعني قصة وحكاية، مين عمل كذا أروح كذا، أنت الهدف إيه؟ الهدف بدل ما تصدقني ولا حتى تصدق عقلك صدق عينيك. وهناخد برضو هدير عبد الرازق مثال لهذا الأمر. هذه الفتاة لما كانت بتعيط من جوزها اللي صاحب الكباريه اللي كانت بتجوزها اكبر منه في السن، تعاطفنا معاها وقلنا لها ابدأي مشروع جديد وكده، وده طبعا واضح وظاهر في ان احنا كنا متعاطفين معاها حتى لو هي اخطأت وكانت عايزة تتجوز جواز الطمع. لما هي عملت هذا المحتوى اللي شفناه غير اخلاقي واحنا مش عارفين حتى نوصفه بالكلام، واحنا صنعتنا الكلام، ولما وصفته بكلام حتى الناس بتقوله عادي تحفظت عليه طبعا، يعني بتعمل ممارسة إباحية، فإحنا مش ما مدناش فيها البلاغ على طول. ده احنا نصحناها، وانا نصحتها في السر ولا بشكل غير مباشر، انا نصحتها على العلن قدام الناس كلها، غير طبعا نصحناها في التعليقات وقدمنا ناس كتيرة قوي من الناس المخلصة المحبة للوطن قدموا لها في التعليقات كده غلط كده ما يصحش، الملابس الداخلية اللي انت بتعرضيها مش الطريقة ديت ممكن توصلك للسجن. لا ده احنا مش بقى نصحناها كمان بشكل غير مباشر، ده احنا بشكل مباشر على قناة الحدث اليوم نصحناها قبل تقديم البلاغ او اثناء تقديم البلاغ اثناء تحضير تقديم البلاغ، وقالت ان ما بيهمهاش حد وان هي ما حدش يقدر يوصل لها بالقانون، ومهما تقدموا بلاغات هي مش هيجرى لها حاجه. ده قدام العالم كله، لا احد فوق القانون. طب لا احد فوق القانون، احنا قدمنا فيكي بلاغ والنهارده اهو ديكي محبوسه. ساعه لما قدمنا فيها البلاغ ما سكتتش بقى وقالت ان ما حدش يقدر يحبسني، لا دي قالت ان اللي بيقدموا فيها البلاغات طمعانين في لحمي الرخيص. نعم يعني احنا طمعانين في لحمها الرخيص، طبعا يعني كلام ما يتردش عليه، دي قالته علنا قدام الناس، عشان كده كنا مصممين ان احنا نتابعها وان احنا مستمرين في بلاغنا لغايه ما يتقبض عليها. ما كان ده فين بقى؟ كان موجود على احد البرامج التلفزيونيه وهو برنامج الوسط الفني للاستاذ احمد عبد العزيز اللي اتهمتني انا وهو بهذا الكلام. توجهها بقى ل يعني هدير عبد الرازق، هتقول لها ايه دلوقتي وهي في ضيقه السجن؟ لا ده انا اقول لك بقى، كانت عايزه بتقول ان ما حدش يقدر يمسها بالقانون ولا بالغير القانون وان هي فوق القانون. هديك المفاجأة، انا تخيلت ان هي مثلا بتحتمي بمسؤول كبير، بتحتمي بعصابة اجرامية، بتحتمي بالمافيا، بتحتمي بالاخ بوتين ولا الاخ بايدن بتاع امريكا. لا اسكتوا، ده مش طلع ان هي فعلا ليها ضهر وبيحميها فعلا. نتحفظ معلش، انت عارف مين هو الضهر؟ لا نذكر اسماء، لا اذكر لك اسماء. هي كانت بتحتمي بالخاين المجرم المقاول محمد علي اللي بيحارب الدولة المصرية، لانه طلع على العلن قدام الناس وساب كل فتيات التيك توك ودافع عن هدير عبد الرازق. عشان كده استمرنا في البلاغ وقدمنا هذا المحتوى اللي فيه محمد علي اللي بيحارب الدولة المصرية، اللي بيفتري على الدولة المصرية، الممثل الفاشل الإرهابي. قال استنى بس، قال ان هدير عبد الرازق دي محدش يبسها، وان كمان دعا ان المواطنين تثور على الدولة المصرية لان الدولة المصرية الظلمة بتمنع جرائم الدعارة. هو اللي قال كده، هو اللي قال كده المجرم. السافل اللي بيدافع
استمرنا في البلاغ وقدمنا هذا الفيديو برضو ضمن هذا البلاغ وعرضناه على الرأي العام كله. وقلنا سألنا ليه محمد علي بيدافع عن البنت دي بالذات المقاول الخاين اللي بيطعن في الدولة المصرية وفي جيش مصر وفي رئيس مصر المجرم. عشان كده عرفنا ان هذا الشخص الخاين هو ظهرك يا هدير عبد الرازق. انت بتربط الاثنين ببعض عشان قال كلمه عنها. معلش واشمعنى اختار دي؟ طب انا قدمت مليون بلاغ في مليون بنت كرار. ليه طلع محمد علي يدافع عن هذه البنت ويقول الدوله المصريه الظالمه بتحبس فتيات الدعاره؟ يا سلام على الانسانيه ويا سلام على المفهوميه من هذا المجرم المخبول المقاول الفاشل محمد علي. بيدافع عنها ليه؟ ده السؤال اللي بطرحه للعامة كلها. هذا سؤال وقد طرحه المستشار أيمن محفوظ المحامي بالنقد والدستورية العليا. متابعينا الكرام، كانت ولا تزال هدير عبد الرازق ترند هذه الأيام بعد خبر القبض عليها. لها حق الرد في أي وقت تريد أن ترد فيه عن كل ما أثير سابقا. نحن لسنا أول منصة إخبارية أو أول موقع إلكتروني أو جورنال يتحدث في هذا الموضوع. مئات الأخبار قد تداولتها، ولكن نحن تناولناها من المصدر الأستاذ أيمن محفوظ اللي أقام دعوة قبالة عدة أشهر وعلى أسر تم القبض عليها. شكرا لكم متابعينا الكرام، وإلى أن ألقاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. شكرا مع المستشار. إلى أن ألقاكم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. خذوا بالكم يا جماعة من بناتكم، وخذوا بالكم من أولادكم، لأن أي فعل هيتعمل ويكون فيه خطأ وفعل خادش القانون لا يرحم المخطئين. تاني، القانون لا يرحم المخطئين ولا الفاسدين.